عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الـ Debugging و How to Debug a C++ Program. خلينا نبدأ ونسأل سؤال, ايه هو الـ Debugging وليه انا بحتاج استخدمه؟ طيب دلوقتي لو انا كتبت Program in C++ او في اي لانجوج تانية, ممكن لما اعمل run للبروجرام ده الاقي ان الاوتبوت اللي طالع مختلف عن الاكسبكتد اوتبوت, او بمعنى تاني البروجرام مش شغال صح, مديني اوتبوت مش صح. في الحالة دي معنى كده ان البروجرام بتاعي فيه some logical error او errors اللي احنا بنسميها bug or bugs. الديباجر بقى في الحقيقة ده بروجرام كده بيسهلي قوي عملية اني الاقي اللوجيكال ايرور او الباج ده ازاي. في الحقيقة لما باجي اعمل run اللي بيظهر لي هو الاوتبوت النهائي فقط, مش بقدر اشوف الفاريبلز جو اثناء البروجرام ما بيشتغل تغييرات الفاريبلز بتعمل ازاي. على العكس بقى من كده الديباجر بيديني الابيليتي دي, بيديني الابيليتي ان انا اقدر اعمل مونيتورينج او تريسينج للفاريبلز حتى ممكن بعد كل ما statement تتنفذ, وبناء عليه بقدر اعرف امتى الفاريبل اتغير بطريقة غلط, امتى الفاليو بتاعته بقت غلط, يبقى ايه الستيتمنت او الفانكشن او المجموعة الستيتمنتس اللي فيها اللوجيكال ايرور ده. خلينا نبدأ بـ very simple example. عندنا C++ program في هو very simple, في فاريبل واحد اللي هو x. كل اللي بيعمله البروجرام ده هو انه بيقرا قيمة الـ variable x من اليوزر وبعدين بتشيك عليها, لو x اكبر من 0 بيعمل see out positive number, لو x اصغر من 0 بيعمل see out negative number, لو x equal 0 بيعمل see out 0 وبعدين بتشيك. while the x not equal 0, طول ما الاكس مش زيرو بيرجع ياخد تاني انبوت من يوزر تاني ويعيد نفس البروسيس مرة تانية. انما لو الاكس ايكوال زيرو هيخرج من دوال لوب وهيسي اوت بروجرام ستوبت وهيوصل لنهاية البروجرام. خلينا نبدأ ونعمل نعمل في الاول ران للبروجرام ده ونشوف ازاي الاوتبوت بتاعه هيطلع عامل ازاي. فنعمل ران ندوس كنترول F5. هندخل value ال x, خلينا نبدأ ندخل positive value, خليها مثلا 5. اوكي لما دخلت 5 اذا انا متوقعة ان البروجرام يطلع لي positive number, زين يطلب مني اني ادخل input تاني, هنشوف ايه اللي هيحصل. دوست 5 طلع لي positive number فعلا, ولكن كتب لي program stopped ووصل لنهاية البروجرام. اذا انا عندي error في البروجرام بتاعي خلى الاكسكيوشن يمشي بطريقه unexpected. طيب خلينا بقى نعمل debugging ونشوف الايرور ده موجود فين بالظبط. اوكي طيب انا في كذا طريقه ممكن اعمل بيها debugging. خلينا نبدا حاليا ب اكتر طريقه بدائيه يعني فيهم, اللي هي اني همشي statement by statement. اوكي فممكن ادوس F10 او من debug menu اختار step over كده, انا همشي statement by statement. لاحظ ان في ارو هنا على الجنب لونه اصفر, ده بيشاور لي على statement اللي عليها الدور تتنفذ. اوكي فخلينا ندوس F10 كمان. دخل هنا هياخد input من user, هكتب 5 زي المرة اللي فاتت بالظبط وانتر. عمل تشيك على الكونديشن اف اكس اكبر من 0. اوكي النتيجه بتاعت الكونديشن ترو, فدخل على الستيتمنت اللي هي سي اوت بوزيتيف نمبر. انا عايز قبل ما اكمل نلاحظ حاجه. لاحظ ان انا عندي ويندو تحت كده فيها كذا تاب, اللي هما الواتش واللوكالز والاوتوز. ايه الواتش واللوكال والاوتوز؟ اللوكالز دي بيبقى فيها الفاريبلز اللي بستخدمها,
في الستيتمنت الحاليه والستيتمنت اللي قبلها. جميل، الستيتمنت الاروق فيها والستيتمنت اللي قبلها. طيب ايه الاوتوز؟ الاوتوز بتجيب لي كل الفاريبلز اللي في السكوب الحالي. جميل. طيب طبعا انا البروجرام بتاعي كده كده ما فيهوش غير فاريبل واحد، فسواء الاوتوز او اللوكلز مش هيبقى فيهم غير اكس. طيب ماذا عن الواتش؟ الواتش دي بقى انا بكتب فيها ايه الفاريبل بس اللي يعنيني، اللي انا عايزه اعمله تريسنج فقط. فبكتب هنا مثلا اكس، ان انا عايزه اعمل تريسنج فاريبل اكس، وهو بيقول لي الفاليو الحاليه بتاعته ايه. تمام، يلا خلينا نكمل بقى. نعمل اف 10 مره تانية، لقيناه طلع الاوتبوت لليوزر اللي هي بوزيتيف نمبر. دخل على الستيتمنت اللي بعدها اللي هي اف اكس ليس ذان 0. طبعا المفروض ما يعملش سي اوت نيجاتيف نمبر لان الكونديشن ده فولس. هنشوف هيعمل ايه. فعلا ما دخلش على سي اوت نيجاتيف نمبر، ودخل على الكونديشن اللي بعده اللي هو اف اكس ايكوال 0. جميل. اف 10. لاحظنا حاجه هنا بقى غريبه قوي. اف اكس ايكوال 0 طبعا هو الاكس مش بزيرو، الاكس بخمسة. جميل، فالكونديشن ده المفروض يبقى فولس، فهو فعلا فولس وما دخلش على سي اوت زيرو. كويس، امال ايه اللي حصل؟ الاحظ في الواتش هنا الفاليو بتاعت الاكس كانت خمسة اتغيرت لزيرو، حتى لونها احمر لان هي لسه حالا ما اتغيره. اذا ده طبعا مش المفروض يحصل، لان انا المفروض كل دي مجموعه من التشيكس، بعمل تشيكس بس للفاليو بتاعت اكس بدون ما اغير قيمتها. ولكن لاحظت ان الستيتمنت بتاعت fx equal 0 دي غيرت القيمه بتاعت x. طبعا لما اجي ابص على الستيتمنت كلنا عارفين، كلنا نقدر بسهوله نقول ايه الغلط اللي في الستيتمنت دي. غلط ان احنا المفروض لما باجي اتشيك على الايكواليتي ما بقولش fx equal 0، بقول fx equal equal 0. تمام، فخلينا نستوب الديباجنج ونصلح الكونديشن ده، نخليه ايكوال ايكوال 0. اوكي، و نجيب الكومبايل تاني. اند ليتس ران اجين. هندخل خمسة هي هي، لقيته كتب بوزيتيف نمبر واستناني ادخل انبوت تاني. دخل 1 اوكي، دخل ماينس 3 اوكي، نيجاتيف نمبر 0، then it stopped. يبقى كده انا فعلا قدرت عن طريق ديباجر ان انا اعمل ديباجنج للبروجرام بتاعي. طيب دلوقتي بقى خلينا نشوف بروجرام تاني في فانكشن، ونشوف ازاي هنقدر نعمل ديباجنج ليه. عندي في البروجرام ده فانكشن اسمها ماكس، بتاخد array وبتاخد السايز بتاعه، وفي فاريبل جوه اسمه ماكس. الاول بنحطه بزيرو، وبعد كده بنعمل لوبينج على كل element من في الاري، وبنتشيك اف الماكس اقل من element number i بنخلي الماكس equal element number i، وفي النهاية بريتيرن الفاليو بتاعت الماكس. جوه المين هنا انا هعمل array of 5 elements. خلينا الاول نحط الفاليوز بتاعتهم، نشيلايز الاري ب 1 2 3 4 5، ونعمل run ونشوف هل البروجرام شغال صح ولا لا. نعمل الاول هنا نعمل run control F5، النتيجة طلعت 5. صح كما هو متوقع، اكبر ان في الاري 5. طيب خلينا نغير الارقام اللي جوه الاري ونشوف الاوتبوت هيطلع ايه. فهنحطها ب 6 2 1 4 2. هنا المفروض الاوتبوت يطلع بكام؟ يطلع ب 6. نعمل كنترول اف 5 ونشوف الاوتبوت هيطلع بكام. الاوتبوت طلع ب 4، وده طبعا غلط، المفروض يطلع بستة. اذا البروجرام بتاعي فيه حاجة غلط، ومحتاجين نشوف الغلط ده جاي منين. نعمل ديباجنج، هندوس اف 10. اوكي، نلاحظ بقى هنا حاجة
هننفذ ماشي اول statement. عرفتين هننفذ اول statement اللي هي بتاعت ال initialization ال array. تاني statement فيها calling ل function اسمها max. انا لو دوست F10 ايه اللي هيحصل؟ لو دوست F10 مش هدخل جوه الفانكشن بتاعت ماكس لانه هينفذ الستيتمنت على بعضها بتاعت سي اوت. اهو خلينا نجرب ندوس اف 10 اهو راح منفذ الستيتمنت على بعضها بتاعت سي اوت وطلع لي الاوتبوت بكام؟ ب4. لا الحقيقه انا مش عايزه كده، انا عايزه ادخل جوه الفانكشن بتاعت ماكس وراقب هي شغاله ازاي. فخلينا نطلع بالسهم فوق عند سي اوت تاني. المره دي بقى انا عايزه ادخل جوه الفانكشن، يبقى هدوس اف 11 او ستيب انتو اللي هي في البطن ده ستيب انت. اوكي جوه الفانكشن بقى هدوس اف 10 عادي. في الواتش بقى احط الفاريبلز اللي انا مهتمه بيها. الفاريبل اللي انا مهتمه بيها هنا هي مين؟ ماكس و اري اوف اي، وكمان نحط اري اوف 0 اري اوف 1 الالمس بتاعت الاري يعني array 2 array 3 array 4 طبعا هما ايه من 0 ل 4. جميل ويندوز نشوف هيعمل ايه. الماكس خلاه ب 0 هيتشيك اف الماكس اقل من array of i. هيحصل ايه؟ الماكس هيساوي array of i. يبقى كده المفروض الماكس يبقى فيه كام؟ فيه الفاليو بتاعت اول element اللي هي 6. اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل هنا ان احنا لقينا الماكس فيه 2 ولقيت الاري اوف i كمان فيه 2. ايه ده array of i مش هي array of 0، معنى كده ان i مش هي 0. لما اجي بص في اللوب فعلا هلاقي ان انا بدأ الاي ب 1 مش ب 0. يبقى انا اكتشفت دلوقتي ان انا عندي ايرور، ان الاي المفروض تبقى بزيرو مش ب1. خليني بقى ستوب الديباجنج. انا كده خلاص عرفت الايرور بتاعي فين. ستوب الديباجنج وهصلح الايرور وهعمل ران تاني. هلاقي ان الاوتبوت المره دي طالع كما هو متوقع، طالع بستة. تعالوا بقى نجرب نفس الكلام ده مرة تانية بإلمنتس جديدة. نحط مثلا نخليهم كلهم بالماينس كده. في الحالة دي انا متوقع الماكس يطلع بكام؟ المفروض الماكس يطلع بماينس 1. تعالوا نشوف، نعمل ران كنترول اف 5 ونشوف الاوتبوت هيطلع بكام. لقيت الاوتبوت طلع بزيرو. زيرو اصلا مش موجود في الاري اصلا. تعالوا بقى نعمل ديباجنج. انا حاليا عايزه ايه؟ انا عارفه ان المشكله هتبقى في فانكشن اسمها ماكس، فمش عايزه امشي في المين، انا عايزه ادخل جوه ماكس على طول. عشان ادخل جوه ماكس على طول اعمل ايه؟ اروح حاطه بريك بوينت اللي هي النقطه الحمراء دي، احطها ازاي؟ بمجرد عند الـ 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 الحته الجراي اللي على شمال ويندو. هعمل كليك عادي على الستيتمنت اللي انا عايزه اقف عندها. كده هيعمل ايه؟ كده هيعمل اكسكيوشن لكل حاجه في البروجرام قبل الستيتمنت دي. اول ما الاقي البريك بوينت هيروح واقف عند الستيتمنت اللي عندها بريك بوينت. ساعتها بقى علشان انفذ البروجرام ده كل حاجه لغايه بريك بوينت هدوس على F5 بس، مش كنترول F5 او السهم الاخضر ده. اوكي هدوس، لقيته فعلا وقف عند الستيتمنت اللي عليها البريك بوينت. من هنا بقى ابدا انفذ، دوس F10 انفذهم ستيتمنت باي ستيتمنت. هدوس F10 لقيت الماكس ايكوال 0. هو هنا خلى الماكس ايكوال 0 وكل مره هيتشيك لو لقى element اكبر من الماكس هيخلي الماكس بيساوي الاليمنت.
طب لو كلهم اصغر من زيرو ايه اللي هيحصل؟ هيفضل الماكس بالفاليو الاصلية بتاعته اللي هي زيرو. اذا انا اكتشفت دلوقتي ان انا عندي تاني ان انا اصلا بادئه الماكس غلط. انا بادئه الماكس غلط صح كده؟ لان انا بادئه الماكس بزيرو. معنى كده ان لو كل الاليمنتس بالنيجاتيف هيبقى ايه؟ النتيجة هتطلع زيرو. اوكي وده مش صح. يبقى المفروض اخلي الماكس مثلا باول اليمنت في الاري خليه اري في زيرو وابدا بقى اللوب عادي جدا من كام؟ من واحد تشيكت على بقيه الاليمنت لان انا خليت الماكس هو اول اليمنت في الاري وبعدين هبدا من الاليمنت اللي بعده واقارن بيه وهكذا. اوكي نعمل ستوب ونعمل ران اجين كنترول اف 5 هلاقي النتيجه طلعت ماينس 1 وده فعلا هو اكبر اليمنت في الاري. يبقى احنا النهارده شفنا ازاي نقدر نعمل ديباجنج يوزنج اف 10 اللي هي تقدر تخليني اشوف امشي على الستيتمنتس ستيتمنت باي ستيتمنت واعمل تريسنج للفاليوز بتاعت الفاريبلز. شفنا ان اف 11 اقدر بيها ادخل جوه الفانكشن لو انا عايز ادخل جوه فانكشن واشوف الاكسكيوشن بتاع الفانكشن نفسها. شفنا البريك بوينت ان انا بستخدمها لو انا عايزه مش مهتمه يعني مش مهتمه اشوف الاكسكيوشن بتاع جزء معين من البروجرام ولكن مهتمه ابدا اراقب عند نقطه معينه فبحط البريك بوينت دي عند النقطه اللي انا عايزه ابدا اراقبها. ساعتها الديباجر هينفذ البروجرام كله مره واحده لغايه لما يلاقي بريك بوينت هيستوب عندها. ودي كانت البيزكس بتاعه الديباجنج اللي بنستخدمها بكثره.